البلاد تنديدا بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الشرطة ضد المتظاهرين. رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف وقراءة في الوضع الذي تمر به تركيا. ما تعيشه تركيا اليوم هو أكثر بكثير من مجرد احتجاجات اجتماعية على تغيير ما لامح ساحة في قلب العاصمة. هذه الاحتجاجات تخفي في الواقع قلق كبير، تخفي في الواقع إخفاقات، وهي القطرة التي فاضت الكأس. الآن تخرج كل مشاكل تركيا الداخلية دفعة واحدة، منها النقابات، منها الأقليات القومية، منها الدور التركي الذي أصبح كثير الانتقاد في الداخل على المستوى الإقليمي والعربي، بخاصة التدخل التركي في سوريا، تدريب الإرهابيين في معسكرات تركية على الحدود السورية. وكما نعلم ثم أقليات كبيرة في تركيا موالية للنظام في سوريا. تركيا نعم هي في وضعية ثورية فعلا، لأنه ثمة جماعات كثيرة اجتماعية واقتصادية وإيديولوجية وأثنية وطائفية تحتج ضد النهج التسلطي لأردوغان. لكن كل ذلك سيطرح سؤال كبير، هل يوجد استقرار في تركيا؟ هل أن تركيا نموذج يمكن اتباعه أم لا؟ واعتبر الأستاذ رياض السيداوي أن مراجعة تركيا لسياساتها الداخلية والخارجية أمران ضروريان. على أردوغان أن يفكر بعمق فيما يحدث في المجتمع التركي، أن يتجنب السياسة التسلطية والقمعية التي حدثت ضد المتظاهرين، لأنه كل جمعية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان انتقدته بشدة في التعامل البوليسي القاسي ضد المتظاهرين السلميين في تركيا. ثم عليه مراجعة سياسته الخارجية باعتبار أن زمن السلطنة العثمانية ولا وانتهى، وعليه أن يراجع سياسته مع الحلف الأطلسي، لأنه نعرف جميعا أنه يخدم المشروع الأمريكي في المنطقة. تركيا هي عضو ناشط في الحلف الأطلسي، لكن تدخلها الكبير في سوريا وفي لبنان وفي العراق أضر بها، خاصة كما نعلم أنه توجد أقليات كبيرة في المجتمع التركي موالية لهذه الشعوب الأخرى بتحديدا في العراق وسوريا، وترفض سياسة أردوغان الخارجية. يهيمن الشأن السوري اليوم على قمة مجموعة الثماني المنعقدة في إيرلندا الشمالية، ففي الوقت الذي تدرس فيه الدول الغربية الداعمة للمعارضة السورية مسألة إمدادها بالأسلحة، صعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللهجة ضدها، محذرا من أن موسكو لا يمكن أن تقبل هذه الفرضية. ميدانيا استهدفت المعارضة السورية المسلحة مطارين عسكريين في المزة والقلمون، فيما لقي ما لا